هيا لكل ابطال وزاره الداخليه، الكابتن علاء العراقي المستوى الاول المستوى الثاني مدرب دولي، بطل العراق على التوالي كيس وزير الداخليه، بطل العراق كيس وزير الداخليه، وملك الفيزيك احمد الحمداوي اخوكم مدرب نادي عالية سبة، وبطل العراق الماستر والعالم الماستر. قدمت لكم عرض تحفيزي البياع الطوطي الزعفراني وحاليا في المصور. عرض تحفيزي الشباب البياع وقاعة كوتجن الزحر. وانطلق وانطلق وعندنا وين التسبيح حبيبي. تحية المدير نادي عالية سبة الرائد مالك طيارة. يلا حط باعث الكسبان. الاعداد على السنة عام 2021 ينزل الجدول، شوفون عضلات مرعبة ان شاء الله. اخوكم سعد مية على 100 كيلو، كابتن احمد 80 كيلو بالوضع الطبيعي. دبل مايسلز خلع عماني ما يقطع الجراس ولا ما المعده هيك. يلا على ما اقدر. يلا شد ريبوكس ثاني. يلا على دبل مايسلز خلفي كافي شدي جول. لا تنزع يا شوف خلع حرفي ما يجي لكاي بطلع هيدا جمع اماني جمع ثلاثي ثلاثي من جوا من جوا من جوا يا هم ايه جمع مال السود الداخلية. الكابتن علاء العراقي شو؟ الهواية ما شاء الله. وضعيات حرة. ماكو أي وضعية حرة شكلت. تحياتي لجميع الأصدقاء. افتح